أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشكله منطقة قلب المنامة من نقطة التقاء حضاري لمختلف الثقافات التي تضمها مملكة البحرين وما تمثله من ملمح بارز يعكس موقع البحرين تاريخيا كبوابة مرور للحركة التجارية إقليميا. جاء ذلك لدى زيارة سموه صباح اليوم مع صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز وقارنته صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنويل في جولة بمنطقة سوق المنامة وباب البحرين. التقى خلالها أصحاب السمو بمجموعة من طلبة المدارس تضمنت عروضا للموسيقى البحرينية الشعبية ترحيبا بضيوف المملكة الذين اطلعوا كذلك خلال الجولة على عدد من صناعات الحرف اليدوية في باب البحرين والتي تحمل طابع التراث البحريني العريق. وقال سموه خلال زيارة للمعبد الهندوسي الموجود بمنطقة سوق المنامة منذ قرنين، قال إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تعتز بالتنويع والتعددية في المجتمع في إطار الهوية البحرينية الجامعة كمصدر قوة امتازت به المملكة على مر العصور. وقال سموه أن جلالة الملك الوالد المفدى قد واصل رعاية هذه السمة الحضارية الهامة للمملكة سيرا على النهج الذي رسخه الآباء والأجداد والذي استمد السماحة والانفتاح واحترام الآخر من روح تعاليم دين الإسلام الحنيف. كما شملت الزيارة لقاء بأعضاء جمعية حماية العمال الوافدين وهي تمثل إحدى الأمثلة على الاهتمام التي توليه قوانين ونظم مملكة البحرين بصون حقوق العمال في كل المواقع.